العالم حتى يعملوا مثلنا، حتى يتمثلوا فينا. اوكي، نطلقهم للعالم ليتمثلوا فينا. بدي اعطيكم بعض الايات اللي بتشدد على هالنقطه. 1 كورنثوس 4:16 بولس يقول: فاطلب اليكم ان تكونوا متمثلين بي. 1 كورنثوس 11:1: كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. فيليب 3:17: كونوا متمثلين بي. معا ايها الاخوه، انتبهوا ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوه. فيليب 4:9: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم. عبرانيين 6:12: لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. 1 تسالونيكي 1:6: وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. 2 تيموثاوس 3:10: أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. يعني بولس عم بيقول روحوا واعملوا مثلي. فوين إن تلاميذك اللي حواليك، مجموعة رفاق الحياة، مجموعة البيتية، المجموعة سميها مثل ما بدك، مجموعة اللي عم بتشارك حياتك معهم، وينية لحتى تقول لهم روحوا واعملوا مثلي، يلي شفتوه فيي روحوا واعملوا مثلي. شوف الرب يسوع المسيح شو عمل من بعد ما دعا تلاميذ له بمرقس 3:14: ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه. ذهبوا لوين؟ إليه. وأقام 12 ليكونوا معه. واضح؟ ليكونوا معه، والكلمة مباشرة من بعدها وليرسلهم ليكرزوا. جابوا أن يكونوا معه، وبعدين شو بده يعمل فيهم؟ بده يطلقهم لحتى يكرزوا، يعلموا، يدعوا الناس تتبعوا، ويكون لهم سلطانا على شفاء الأمراض، هيدا الشفاء، وإخراج الشياطين، هيدا التحرير. شفتون؟ مرقس 6:7: ودعا الاثني عشر وابتدأ دعا وابتدأ يرسلهم 2 2، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، هيدا شو؟ تحرير. فخرجوا، العدد 12: وصاروا يكرزون أن يتوبوا، اتباع يسوع وتعليم الحق، وأخرجوا شياطين كثيرة، هيدا شو؟ تحرير. ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم، هيدا شو؟ شفاء. وبمرقس 13:33 بيقول: انظروا، سهروا وصلوا، هيدا شو؟ صلاة، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. وما أقوله لكم قلوه للجميع: سهروا، سهروا وصلوا. وأخيرا بآخر إنجيل مرقس، من بعد قيامة الرب يسوع المسيح، وأخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون، مرقس 16:14-18. اسمعوا: ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام، وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون شياطين باسمي، هيدي شو؟ تحرير. ويتكلمون بألسنة جديدة، بدهم يوصلوا على مجتمعات جديدة، على شعوب جديدة. يحملون حياة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، حماية الرب عليهم. إل ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. هيدا شو؟ هيدا هو الشفاء. فالرب يسوع المسيح جاب تلاميذه، خدم المجتمع من خلال هالخمس أمور، وبعدين قال لهم للتلاميذ: دوركم، يلا روحوا، يلي شفتوه فيي اعملوه بين الناس.
فشو المطلوب؟ المطلوب انك تجذب ناس لك حتى يشوفوا، انتبهوا طلعوا هونيك، حتى يعرفوا انك انت مؤمن بيسوع المسيح. يعني حطيت ثقتك بالرب، تائب عن خطاياك ومصمم تتبع يسوع، حتى يشوفوا فيك انك انت مقدس المسيح بحياتك، يعني مقدسه على وقتك، مقدسه على ممتلكاتك، مقدسه على علاقاتك. وبدون يشوفوا فيك انك انت شاهد ليسوع المسيح. خليكم معي، بحياة مقدسة، بسلوك مقدس، وبكلام مقدس. وبدون يشوفوا فيك انك انت بتخدم العالم مثل يسوع، انك تدعي ناس يتبعوا يسوع، انك تعلم الحق المعلن بكلمته، انك تحرر إرادة الإنسان، انك تشفي، وانك تصلي بقوته بروحه، مش بقوتك انت، بقوته هو. فلما بيشوفوك عم تعمل هودي كلهم وبيعيشوا معك، هلا اجى الوقت شو تقول لهم؟ الى العالم، الى العالم، روح واعمل نفس الشيء، روح واعمل نفس الشيء. فانت حبه، انت نقطه، انا هنا عم اعمل بقوه الروح القدس اعمال يسوع الخمسه، صح؟ بعدين بجذب لإلي مجموعة من الحبوب، أحباء لإلي، تلميذي. هودي بيجوا بيشوفوا أنا كيف عم عيش، بعدين بطلقهم للعالم يعملوا نفس الشيء، روحوا وتمثلوا فيي كيف أنا عملت، أنتوا عملوا وأنا عم أتمثل بالرب. 1 2 3 4 كل واحد منهم بيعمل هالخمس أمور، صح؟ مش بس هاو، بيجذبوا لإلهم مجموعة من تلاميذ، مجموعة من التلاميذ، مجموعة من التلاميذ. وما منوقف هون، من بعد ما يتعلموا أعمال يسوع الخمس نطلقهم للعالم من جديد، نطلقهم للعالم من جديد. بيجوا لعنا بياخدوا حياة يسوع، أعمال يسوع، بيصيروا تلاميذ يسوع، بعدين نطلقهم للعالم إنه يعملوا الأمر نفسه. وهيك منغير شعبنا ومجتمعنا، أمين؟ لما بيصيروا كلهم أتباع، مش لتقاليد وديانات، أتباع لشخص هو الرب يسوع المسيح، شخص هو الرب يسوع المسيح. بقول الرسول بولس ب2 تيموتاوس 2:2، وما سمعته مني، اسمعوا، بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. عن كم جيل عم يحكي؟ مين بيعرف؟ عم يحكي عن 4 أجيال. اسمعوا، ما سمعته مني، بولس عم يحكي مع تيموتاوس، جيل الأول جيل الثاني، ما سمعته مني أنت أودعه أناسا أمناء، أعطي لأناس، حطوا وديعة بين إيدين الناس أمناء. الجيل الثالث، يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. 4 أجيال. وهيك رسالة يسوع، رسالة المحبة والخلاص والمصالحة والتحرير والشفاء، بتنتشر بين قلوب الناس. وهلأ السؤال، هل أنت مستعد أنك تطيع؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ خلونا نحن رؤوسنا في الصلاة.